اختي كريمه تقول عليكي ما عاوزاش تاجي. لا ازاي دي كريمه حبيبتي؟ ده انا بات في الفيلا ان شاء الله ليله واحده، وبعد كده ان شاء الله موت ولا اروح في 60 داهيه. انا هروح اغير هدومي. هاو كفايه موت عاد، خلينا احنا في بكره. ربنا يساعدك يا حكم، حملك تجيل. على الله يا اختي، المهم تمشي المركب وتبحر. ايه يا وليه انت مالك واقفالي كده ليه؟ ما تروحي كده ولا كده؟ ممنوع يا ست زكية، المبنى ده مخصوص للست ام امينة ولادي. وانت مالك يا عناية بالكلام ده؟ عينوكي مهندس مساحه بتوزعي الادوار زي ما انت عايزه، وواقفه تتقصعي لي؟ ما توعي يا وليه من وش. لا مش كده يا ام عطيه، الناس دي بتعمل المطلوب منيه، مالنا ومال حاجه الناس. احنا حنبيتوا في الوسطاني ده، والنومه دي زي النومه دي، وكلهم في نفس القصر. ومش هنا ليه يا حاج؟ ما تستعجليش يا زكيه، بكره جوزك يبني لك قصر. دلوقتي ناموا في مبنى الضيوف، ابرك واحسن من وجع الدماغ. بنات ابو هبه فوق في ملك ابوهم. واقفه زي العنق كده ليه؟ واقفه تهولوا على الحال المايل يا بنت ابوي. كيف تدخلي زكيه بنت الناس ده بيت اخوي ملك الصالح؟ اخوكي راجل ما بينطقش، وانتي وحكم ولا استو مع بعض؟ طول عمرك خوافه يا صباح، ولما تجي في قدامه تبكي وتقولي اخويا ولا لا يا كريمه. المره دي لو ما خطفتش حقك حكم وعياله حيطحنوكي، وانتي وعيالك عاوزين الستر. حافظي على طينك، لو عاوزه الزرع اجمدي. ياه ابوك كده يا خلف، راكب راكب. يا بختك يا عم قاعد جنبها. يا باي جر عاد، هو حد جاب سيرة شغلك اللي في القرى السياحية؟ ما انت عمال تغرف من البحر غرف. الله أكبر عليك يا عطية، أنا لو منك أسكت خالص. مش كفاية هتاخد مكان ماهر؟ هسكت ليه؟ المقلوب لازم أن يتعدل، الروف فوق مش تحت. عمرك سمعت عن حد بيحط الروف مكان الجراج؟ لا. قصدك إيه؟ قصدي إن أنا الكبير، وإن حمزة ولدي هو اللي هيورث. وزي ما حكم خد مكانه الصح، أنا كمان أرجع لمكاني الصح. لما تمشي على أسنانك يا عطي هتاخد الزنبة الكبيرة لما يرجع عمي. هيبة تقصد إيه؟ بس بس خلاص، أنتوا هتنضحونا على الفاضي. أبوكم وأمكم على جاية. تعالي افطري يا بنت اخوي. نفسي مسدوده، معرفش ليه يا عمتي. مش تسلمي على حماتك ولا لساكي نايمه يا بنت غنيم؟ احنا ولاد ابو هبه يا خالتي، ولا ناسيه؟ اقعد يا امينه بطل رط. معلش يا عمي ماليش في القعده دي. يلا يا حمزه. ما تجري وراها يا معدول، لحسن تحلف عليك كتكنيلة يا موكوس يا ابن بطني. اجري يا اخوي. تسلم لحق. أمينة أمينة
عيب كده اللي انت عملتيه ده ما صحش. خليك في حالك يا عطيه وروحنا وانت ساكت. روحنا وانت ساكت؟ ما تاخديني قلمين احسن ولا تف على وشي. بطل قله ادب. قله ادب؟ هجرب. بقول لك ايه؟ انا ساكت بس عشان خاطر ابوكي. كان نفسي تعاملني على اني مراتك مش بنت ابو هيبه. يا بنتي ما انت مراتي وحبيبتي كمان. كذاب يا عطيه. انا ما فاهمش بس انت ليه جالبه بوزك؟ بوزي؟ عشان ده. ده 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 ده, ده زيزي كان. مفيش فايده فيك. روحني يلا. يا امين يا امين اتحرك. الموضوع مش كده. انت فاهمه غلط يا امين. وبقى كفايه بقى كده كده يا امين. امين دي مش غلطه يا امين. اوعى تكوني فاكره انك مسكت عليا حاجه كده ولا كده. لا ها اللي في مخك ده وهم. وهم يا اميني. كذاب يا امينه. بقول لك جديد جديد بالتيكت. يعني هكون جايبه لمين؟ يعني جايبهولك بس موضوع عمينا الثاني. اه يا كذاب. وهتفضل طول عمرك كذاب. مش عايزه اشوف وشك. امينه ولي هم. ولازمتها ايه السفرية دي يا ماهر؟ عمي لحاله مع مرته وبنته. عارفين يا بيه هتسمعنا القرآن؟ معرفش ليه كرهاني كده. مش زي اخواتي خلف وعطية. ولا انا تحت رجليهم؟ وتحت رجليهم لحد ما تتجوز بنت عمك. اقسم بالله ساعتها دلع فيك دلع يا ماهر عمرك ما شفته. انت فاكرني بلعب ولا ايه؟ ده الورث ده بروحك يا ابن حاكم. اياك تنسى انك انت من غير الجوازه دي خدام عند ابو هيب. انا مش خدام عند حد. انا دراع عمي اليمين. كذاب. عارف لو عمك لقى الوريث الصح ساعتها هيرميك رمي الكلاب. طب ربنا مسهلها لك. تعرف لو غنيمه مش خايفه تخلف بنت كمان اقسم بالله لا تحبل من ابو هيب. انت بتقولي ايه؟ بقول لك يا حبيبي اللي انت عامل نفسك مش عارف. احمد ربك ان غنيمه خلفتها كلها بنات. مش زي امك بطنها بتجيب فرسان. امال انا فرسك كل بمين يا عريس؟ طب انا هقوم عشان الحق. طب بقول لك ايه؟ تبقى تلون عليها وانتوا بره. دي فرصة يا ماهر اياك تضيعها. عمك عيان والله اعلم. حتى لو قام هيقوم وناقص منه ايه؟ انت وبنت عمك ومحدش معاكم. عايزك بقى يا حبيب امك ترجع وهي ملبسة على لسانك. احفظ يا اخويا الكلمتين دول كويس. حطهم حلقة في ودنك واعمل بيهم يا روح امك. هقوم عشان الحق. بالسلامه يا حبيبي. اوعى تنسى اللي قلت لك عليه. ما اعرفش الواد ده مش طالع لي ليه. موافق. ابعت لك روحاني مع فارس شوف طلباتهم ايه ونقسم البطن بالنص. حضرتك انا مش بقول لك. لا مش انت مش انت. لا ايه؟ 5 عمليات وكلهم نجحوا. هو فين دلوقتي؟ ماشي انا هتصرف. امسك. عايزك تروح المستشفى اللي فيها ابو هيبه وعايز اسمع خبره. حضرتك خليني معاك. انا ما ماليش في الضرب. انا مش عايزك تضرب. انت هتقتل.
مالك يا أمي؟ مالك؟ أبوكي ودي لها لأبوكي. Oh.